مايكل جوردن. انت بقى كده هيكل العظم الفصل ده. لما اقول لك يا ابني يطلع اسمك سكيلت وهتقول ايه؟ مايكروتوبيول وفيلامنت. المايكروتوبيول بص يا دكتوره بقى بتدخل في تركيب ثلاث حاجات. تبقى حصه النهارده اول حاجه سنتريول، رقم اثنين سيليا، رقم ثلاثه فلاجيلا. اهو ده اهو المايكروتوبيول كان لها ال ام ولها اي ام ولها مولكولار ستراكشر وكان لها فانكشن. كانت الوظيفه الاخيره بتدخل في تركيب مكونات كتيره في السيتوبلازم، مين السيتوبلازم كومبوننت اللي عينا منهم مين؟ سنتريول. وايه كمان؟ سيليا. وايه كمان؟ نبدا بالسنتريول. سؤال راتن على فكره. اول حاجه الديفينيشن عباره عن ايه؟ عن السنتريول تعريفه عباره عن برميل، برميل سلندريكال استراكشر. بس البرميل ده بيتكون من ايه؟ من اللي فوق دي مايكروتوبيول بس مرصوصه حلوه قوي، هايلي اورجانيز وطولها قصير. يبقى التعريف سلندريكال استراكشر. انسى الارقام مش عايز ارقام. سلندريكال استراكشر يعني ايه؟ برميل، حاجه شبه البرميل. عباره عن ايه البرميل دوت؟ كومبوز بتاعت كلمه برايمرلي. يعني ايه برايمرلي؟ الوحده البنيه بتاعته. اكتب عليها مش عايزينها. كومبوز اوف هايلي اورجانيز شورت مايكروتوبيول. يبقى التركيب عباره عن مايكروتوبيول بس مرصوصه حلوه قوي وقصيره. النقطه الثانيه ال ال ام كام سنترول في الخليه؟ اثنين. بيحصلهم ايه قبل سيل ديفيجن؟ تضاعف، دوبليكيشن. دوبليكيت بيفور السيل ديفيجن. يبقى عندي كام واحده اثناء سيل ديفيجن؟ اربعه. يبقى هم اثنين في الخليه قبل السيل ديفيجن بيتضاعفوا دوبليكيت فيبقوا اربعه. بلاقي حواليهم ماده هلاميه اسمها امورفس ماتيريال. هنعرف اسمها دلوقتي ايه؟ هما بالامورفس ماتيريال اسمهم العلمي سنتروسوم. يبقى لو دي كده النيوكليوس فوقها حته ارض نان ممبرينس مش حواليها سور. لقيت فيها عصايتين متعامدين على بعض، كل عصايه اسمها ايه؟ سنتريول. ولقيت جنبها ماده كده جرانيولار، ماده امورفس. يعني دكتور امورفس يعني واخده السبيس اللي متساب لها، على قد السبيس بتاخد. ماده عامله زي المقلبيه كده، عامله زي الجيلي. الماده دي اسمها ايه؟ مايكروتوبيول اورجانيزنج سنتر. يعني يا دكتور ده السنتر المسؤول عن تكوين وصيانه وبيع واي حاجه للمايكروتوبيول. تاني الحته دي على بعضها اسمها ايه؟ سنتروسوم. ده نان ممبرينس اورجانيل موجود بسايد ذا نيوكليوس جنب النيوكليوس. عباره عن ايه؟ عصايتين متعامدين على بعض تو سنتريول وبينهم ايه؟ ماده منقطه جرانيولار، مادة أمورفس. أمورفس بالعربي يعني هلامي. يعني كلمة هلامي؟ بتاخد الشكل اللي متساب لها. حتة ضيقة هتبقى ضيقة، حتة الرجل هتبقى الرجلة، حتة رجلة هتبقى رجلة. تبقى كلمة أمورفس. اسمها بقى المادة دي بقى؟ مايكروتوبيول أورجانيزنج سنتر. هو لازم كتبها مرتين ورا بعض عشان بس يفهمها لنا. نقول تاني أهو في ال ام تو سنتريول دوبليكيت بيفور سيل ديفيجن موجود حواليه امورفس بروتين ماتريكس اسمه سنتروسوم. يرجع يقول لك يطلع السنتروسوم. الحته دي كلها اسمها سنتروسوم. عباره عن اثنين سنتريول والام تي او سي بكتبها تحتها على فكره اهو. ذا سنتروسوم فاوند نير ذا نيوكليس انت كونتين ذا تو سنتريول. اكتب ذا تو سنتريول. كونتين ذا تو سنتريول. وسراوند بايه؟ امورفس ماتيريال اسمها ايه؟ ام تي او سي مايكروتوبيول اورجانيزنج سنتر. ايه معنى امورفس؟ ايه؟ امورفس يعني ملامي. يعني على فكره مره سالت يعني ايه؟ ملامي يعني ايه يا دكتوره؟ عامله زي الجيلي تحطيها في كاس تاخد شكل الكاس، تحطها في كوبايه تاخد شكل الكوبايه، تحطها في طبق تاخد شكل الطبق. الحته اللي متسابه لها هتاخدها. اسمها كلمه امورفس. هي نفسها كلمه جرانولار على فكره، نفس المعنى. الاي ام في مشكله؟ انا قلت في اول الحصه اشرحها تاني ولا خلاص؟ اهم حاجه السنترول كام في كام؟
9 في 3 ام تي يعني كام انبوبه؟ 27. بس مترتبين ازاي؟ 9 تريبلت، والتريبلت فيها كفايه كام مايكرو تيبيول؟ تريبلت 3. اول واحده اخبارها ايه؟ كومبليت، يعني كام بروتوفيلامنت؟ 13. اللي بعدها 10. اللي بعدها 10. بس كده خلصت. نيجي للوظيفه. بص معايا اهو، قبل السيل ديفيجن المايكروتيوبيول اورجانيزنج سنتر بيعمل سنترول جديد هنا ويعمل سنترول جديد هنا ويبدا يعمل حاجه اسمها مايكروتيوبيول اهي، ويعمل لها الونجيشن، تقوم تزق ده لحد في الاخر تجيبه الناحيه دي، وتزق ده لحد ما يجيبه الناحيه دي، والمايكروتيوبيول عامله كده اهو. اللي يحصل الغلاف النووي بيتفتت يتقطع، مين يبدا يظهر له؟ الكروموسومات توقف خط استواء الخليه. مين يبدا يشدها؟ المايكروتوبيول يشد، بحيث الاقي هنا النص وهنا النص الثاني. هو ده وصفه السنتريول. الديورنج سيل ديفيجن بيعمل الحته دي والحته دي، عارفين اسمها ايه؟ بولز. بولز مال ده كله على بعضه اسمه ايه؟ مايتوتيك سبندل. مايتوتيك سبندل ديورنج السيل ديفيجن السنتريول فورم ذا بولز اوف مايتوتيك سبندل. عيدها تاني ولا ايه؟ لا واحد ولا ايه؟ اربعه، اثنين الناحيه دي واثنين الناحيه دي. هتقول لي ليه يا دكتور؟ يا ابني انا عايز ادق مسامير قويه، انا هدق هنا مسمارين وادق هنا ايه؟ مسمارين، وحته ما بينهم ايه؟ خيوط، واجيب مين؟ كروموسومات، وارصها رصه مظبوطه بالملي، عشان ساعة ما اجي اشد واقسم النص روح الناحية دي والنص روح الناحية التانية. انت عارف لو في واحد شد اكتر من التاني ساعتها الخلية دخلت ايه؟ دبل دوز من الجين، والخلية اخبارها ايه؟ محرومة من الجين. يحصل بقى داون وترنا واللي انتوا بتاخدوه. فهمنا يا جماعة؟ فانا بدق الناحية التانية مسمارين، تو سنتريول، وهنا تو سنتريول، يعني هنا وان سنترسوم وهنا وان سنترسوم، وكده الخلية دي خدت سنترسوم زي امها ودي خدت سنترسوم زي امها. تعرف لو استضعفوا هيبقى هنا 1 سنتريول هنا 1 سنتريول كده، الخليه دخلت 1 ودي خدت 1 سنتريول. لا انا عايز اخد 1 سنتروسوم و1 سنتروسوم. بعد كده بتكون المايكروتيبيول ثاني ايه؟ مش الخليه خلاص انفصلت؟ يكون عن طريق الام تي او سي، يكون زي ما هو عايز، يكون سيليا ويكون فلاجيلا ويكون زي ما هو عايز. انا هو عنده حاجه اسمها ايه؟ ام تي او سي. يبقى اول وظيفه للسنتريول ديورنج السيل ديفيجن بيعمل بولز اوف مايتوتيك سبندل. الوظيفه الثانيه هيكون حاجه اسمها بيتا البطن اللي هتديني مين؟ السيليا انت فلاجيلا. وده هنفهمها دلوقتي كده. السنترول خلص، هيجي لنا في الامتحان ازاي؟ سؤال بيتا تشرح السنتريول ويطلب منك، ما تطلبش تعريف على فكره، عموما مطلوب تعريف. هيطلب ايه؟ الام 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 وفانكشن، والكلام سهل جدا على فكره. ندخل على السيليا، يعني ايه بالعربي؟ اهداب. وبقول للطالب يعني ايه اهداب؟ يقول لي يعني رموش. هي فين عامله زي الرموش، اول ما اشوفها بكرهها رموش، اي لاش، فسموها سيلي. دي معنى كلمه اهداب. اول حاجه الديفينيشن، مش هنطلب منك اول ايه التعريف؟ موتايل هير لايك بروسيسز، يعني شعر وبيتحرك وطالع من الخليه. فروم ذا ابيكال سيرفيس، عشان تزود دي عندك، طالع من الايبكس يعني. فروم ذا ابيكال سيل سيرفيس، اتنسيت ابيكال سيل سيرفيس. فعلا احنا لما كنا ناخد الميتوكوندريا، فاكر الميتوكوندريا ممكن الاقيها متجمعه في الابيكال عشان تبقى جنب السيليا، تبقى السيليا موجوده في الابيكال، دايما السيليا موجوده في الايبكس بتاع الخليه. يبقى ابيكال سيرفيس وذا سيليا. النقطه الثانيه عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن كور وعباره عن كفر. كان بصعب شويه. بص معايا يا جماعه اهو، ده كده سطح الخليه اهو، انا طلعت فيه شعر، الشعر ده كده اسمه بروسيس. اي حاجه هناخدها عباره عن بروسيس يبقى عباره عن حاجتين، اتنين سي 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 اهو. السي الاولى كور، كور معناها اللغوي لوب او انترنال استراكشر او اكزونين، كلها مترادفات، معناها التركيب الداخلي. صباعي هنا التركيب الداخلي ايه؟ بون، بون عظم يعني سايت سكيلتو. امال السي التركيب الداخلي هنا ايه؟ مايكرو تيشو، بس مترتبه حلو قوي، هايلي اورجنايزد. طب صباعي متغطي بايه؟ كفرد بايه؟ بسكين. هنا يبقى كفرد بايه؟ سن بريك.
السطر في غايه الاهميه. السطر ده مهم جدا. السيل عباره عن ايه؟ هايلي اورجانيزد مايكرو تيوبيول كور. كلمه كور يعني ايه تاني؟ معناها اللغوي لوب. اللوب التركيب الداخلي الاساس بتاع الاكزونيم عباره عن مايكرو تيوبيول بس هايلي اورجانيزد. عملت لها كفر بايه؟ بالسيل ميمبرين. يبقى عندي كور وعندي كفر. مين الكور؟ اللي هو المايكرو تيوبيول اللي هو السكيلت. ومين الكفر؟ السيل ميمبرين. وقلت السيل الشفوي. هي السيليا ممبرينس ولا نون ممبرينس؟ نون ممبرينس. امال ازاي كفرد باي سيل ميمبرين؟ ده المايكرو تيوبيول. ايوه مش بتاعها هي بتاع الخلايا ذات نفسها. طب لو كفرد باي ممبرين يبقى الجمله مش مظبوطه لانها مش متغطيه بممبرين، متغطيه بسيل ممبرين. يعني يا دكتور عارفين الميتوكوندريا؟ عارفين الار ار الاس ار الجولجي؟ كلهم كفرد باي زير اون ممبرين. بالاضافه لمين مغطي الكل؟ سيل ممبرين. فهمنا؟ لكن السيليا ملهاش ممبرين لوحدها، طب ما تغطيها بسيل ممبرين. طب يا دكتور طب ليه هو قالها؟ ما اصبحت مفهومه ضمنا ان هي تبقى مغطيه بسيل ممبرين. عشان ناكد المعلومه، لان حصل بروسيس طلعت بره الخليه. يعني هل السنترون ممبرينس ولا نون ممبرينس؟ طب ليه ما كتبش كفر ده بسيل ممبرين؟ ما مفهوم ضمن في جنب النواه اكيد متغطي بسيل ممبرين. لكن هنا عشان قال كلمه البروسيس يعني في احتمال ان هو خرج بره النواه، خرج بره الخليه، فهل هو ما زال متغطي ولا لا؟ فكتب كلمة ايه؟ covered by cell membrane عشان ياكدها. اتفهمت ولا؟ انساها خالص. انا يهمني السيليا ممبرين ولا نون؟ نون. covered by cell membrane ولا مش covered by cell membrane؟ covered by cell membrane. زي اي جزء في الخلية. فهمنا؟ النقطة اللي بعد كده النمبر. large number واكتب واشرح عملية السطر. large number ما بنعدهمش على فكرة countless. ما بتعدوش ده كتير. large number. بس هو كاتبها ايه؟ typically cells عشان الام سي كيو بس ما هو بعرف عشان الام سي كيو هيك تكتب الام سي كيو typically cells possess possess يعني تمتلك تبقى باي اسلوب يعني بس هو عارف معناها large number of cells كلمه typical يعني نموذجيه يعني الخليه اللي لها شعر كتير يعني يبقى النمبر اوف cells ايه large الوظيفه كلكم عارفينها brush away push اي حاجه على سطح الخليه معلش هنزود السايت هتعمل سايت فين؟ ايوه هي خلايا ايوه ابيكال بتاع مين؟ فالوبيا الله ينور عليك يا سيدي فالوبيا تيوب زي الطرقيه والله ولا برافو عليك واحد يقول لك السيليا موجوده فين؟ تقول له في الابيكال الابيكال بتعمل ايه؟ بتاع سيليتد سيلز ايوه السيليتد سيلز موجوده فين؟ في الجسم في الفالوبيا تيوب عارفينها؟ عشان يعمل ايه؟ يحرك الاوفم او الزايجوت توديه اليوترس الرحم وفي الترقيه بيعمل ايه؟ بتطرد بتنظف الهواء بتعمل فلتر فلتريشن فالوبيان اف فالوبيان اه قناه فالوب عشان خط وحش شويه بس مش مهم تبقى بالعربي حتى اخد قناه فالوب لما حابه تاخدها بالتفصيل في الاناتوم قناه فالوب ايه؟ فالوبيان formation of the cell. بص معايا الخليه دي عايزه يطلع لها سيليا خليه لسه موجوده في الجهاز التنفسي او في قناه فالوب وعايز يعمل لها سيليا ايه اللي بيحصل لهذه الخليه دي اسمها نيوكليس اهو وفوقها 2 سنتريول عن طريق الام تي او سي ابدا اكون مالتيبل سنتريولز كتيره جدا على قد عدد السيليا ويبداوا يهاجروا من هنا ويروحوا يقفوا هنا تحت السيل ممبرين من فوق ساعتها اسموهم اسم جديد اسموهم بيزل بطل اقول من الاول تاني انا الخليه كام سنتريول 2 عملت كتير عملت مالتيبل كام واحده يا دكتور كل سيليا هعمل لها 1 سنتريول اهو يعني لو عايز 1000 سيليا اعمل كام سنتريول 1000 سنتريول فالسنتريول يهاجر من مكانه الاصلي اللي فوق النواه ويروح فين عند الابيكال سيل ممبرين وساعتها بقى اسمه جديد ايه إذا البيضة بطل نفس تركيب مين؟
يعني عبارة عن ايه؟ كم ماكرو تقول لي يعني؟ 9 في 3 يعني كم انبوبة؟ 27. ركز في اللقطة دي، يعني في 3 انابيب هم 1 2 3 اول واحد كان اسمها A والتانية B والتالتة C. اتنين من كل تريبلت جرو ابورد يطولوا وياخدوا معاهم السيل من بينين وينزلوا تاني اهو تاني اهو. مش عندي ثلاثه؟ اتنين منهم طولوا لفوق فاخدوا معاهم السيل من بينين، يبقى كام انبوبه طلعت فوق؟ في كام؟ في 9. كام انبوبه؟ 18. والثالث ينزل تحت وكده بقى احنا كوننا السيليا. الحته اللي في النص دي هي الحته الكبيره والاساسيه اسمها بيزل بادي، والحته اللي فوق دي اللي في وسط الخليه اسمها شافت، والحته اللي تحت دي اسمها روت. شفت البصل الاخضر اللي بناكله مع الفسيخ شم النسيم؟ البصل مش لاقي عود فوق اسمه شافت، اسمه تاني وراسها اسمه بيزل بادي، ونازل منه ايه؟ روت. شبه النخله برضه، مش النخله في حاجه في وسط الارض اسمها ايه؟ شافت، وحته كده كبيره اسمها بيزل بادي ونازل منها ايه؟ روتلت. اتكونت ازاي الفورميشن؟ عايز فين التخيل؟ انا عندي هنا كام سنترول فوق النيوكليوس؟ اثنين، حصل لهم تكاثر مالتيبليكيشن تضاعف، عملت كام واحد؟ واحد لكل سيليا، عددها 1000 يبقى 1000، عددها 2000 يبقى 2000 على حسب ما انت عايز تعمل في سطح الخليه. مالتيبل سنتريول 1 فور ايتش سيليا. شوف عندك حط تحتها خطين. نقول تاني مالتيبل سنتريولز يعني مالتيبل تضاعف، ضعفتهم كترتهم كم واحد؟ 1 فور ايتش سيليا. يعني ايه سيليا؟ سيليا مفرد سيليا. ويحصل لهم ايه؟ مايجريت، يهاجروا. روح فين؟ تحت الابيكال سيل ميمبرين، جاست بينيث. بينيث يعني اندر، بينيث يعني تحت الابيكال سيل ميمبرين. وساعتهم اسمهم اسم جديد، اسمهم ايه؟ بيزل بادي. اذا البيزل بادي شبه مين؟ شبه السنتريول، يعني 27 انبوبه، يعني 9 في 3. يعني السيليا كده 18. طيب اسمعني بس. اثنين من كل تريبلت اجرو ايه؟ ابور يطولوا، العمليه اسمها بوليمرايزيشن. واخدين معاهم مين؟ السلم بينا عشان يغطيهم. فيعملوا حاجه اسمها شافت. اسمها ايه تاني؟ شافت. والباقي اجرو داون وورد ويعملوا لي مين؟ روتلت. مفهومه؟ الانفورميشن مش مهمه عندي قوي على فكره. طب البيزل بادي هو الثلاثه مع بعض؟ البيزل بادي هو الحته دي فقط. والحته فوق دي اسمها شافت. البيزا بادي هو السنترول كان هنا خلاص بقى البيزا بادي. يعني يا جماعه كلمه سيليا من اول هنا لحد هنا اسمها سيليا. كام جزء؟ ثلاثه. اللي فوق السطح شاف، الامبيدد اللي مغموس بيزا بادي، والجزء الاخير ده اسمه ايه؟ روتلي. مكتوب عندك بوضوح اهو ايتش سيليم از فورمد اوف. انت اللي عايزك تحفظه ايتش سيليم از فورمد اوف شافت وبيزا بادي وروتلي. مال الفورميشن؟ لا افهمه، افهمه معايا تاني على السبوره عشان عمليه عايز تخيل. نقول تاني اول حاجه عملتها ايه؟ مالتيبل سنتريول، مالتيبليكيشن اوف سنتريول. هتعمل كام واحد؟ واحد لكل سيليا. يحصل لهم ايه؟ مايجريت، يسيبوا مكانهم ويروحوا هنا عند الايبكس، وساعتها يبقى اسمهم ايه؟ بيزل بادي. بيزل بادي اللي هو تركيبه 9 في 3. 2 فروم اتش تريبلت، اثنين من كل تريبلت اللي هم الاي والبي يجروا ايه؟ ابورد. يقوم يعملوا له ايه؟ والباقي يجروا ايه؟ يعملوا له ايه؟ بس كده خلصت. كده سيليا اتكونت. اصبر عليا بس لما نلم الصف. اصبر عليا، اصبر عليا. انت مصر، مصر معايا يا شباب؟ نقلب الصفحه. اصبر عليا وتفهم كل حاجه دلوقتي. السيليا كده كام جزء؟ ثلاثة. رقم واحد ايه؟ شاف. رقم اثنين ادخل لي على البيزل بادي. سيميلر تو ايه؟ سيميلر تو سنتريول. يعني كام في كام؟ اكتب جنبيه 9 في 3. يعني 9 تريبلت. طب يلا ادخل على الروتلت. اخبار الروتلت ايه؟ مايكرو تبيول برضه بس ان اورجنايزد. يعني ان اورجنايزد مش مترتبين. عارفين ليه؟ عشان هي واخده كل الاتجاهات عشان تعمل سبورت حلو للسيليا. السيليا دي عامله زي النخله كل شويه بتتحرك، لو ضعيفه يحصل لها ايه؟
هتتقطر. ناس متخيله؟ تاني السليه واقفه عامله كده، اللي فوق السطح اسمه شافت، اول حته تحت السلم من اسمها بيزال بطني، هو عامل زي الكوره كده نازل منه ايه؟ انابيب مواسير واخده كل الاتجاهات، مش ينفع اخليها مترتبه على شكل دايره، كان ساعتها هيبقى الايه؟ السبورت ضعيف، فخليتها ايه تاني؟ ان اورجنايزد مش مترتبه كده. بقى لي مين؟ الشافت اهو. بص معايا، عندك خليه اهي موجوده في فالوبيان تيوب طالع منها سيليا حاجه عامله زي الشعر اهو. المنظر ده شفناه كده بالال ام، فبنسميها بالال ام خطوط حمراء. ايوه المسلسل بتاع مين؟ احمد السقا. اوعى تنسى بقى الشافت بتاع السيليا بيظهر خطوط حمراء اسيدوفينيك استرايشن، صح؟ هو شعر هيظهر ايه تحت الميكروسكوب؟ خطوط اسيدوفينيك استرايشن. والايام موجوده فين؟ في كل الاسطح ولا على السطح اللي فوق؟ اللي فوق بنسميه فري او ابيكال، الاثنين صح. فري يعني ناحيه التجويف، ناحيه السطح. اسيدوفينيك استرايشن على فكره في كتب بتكتبها برش، يعني برش عامل زي الفرش، شبه الفرشه بالظبط، برش او استرايشن الاثنين صح. يبقى الشافت بالال ام عباره عن اسيدوفينيك استرايشن موجود على الفري سيرفيس او على الابيكال سيرفيس. هاخد واحده بس، خط واحد وكبره بالاي ام، والرسمه دي مهمه جدا ومرسومه عندك وفي الاطلس. هلاقي في عندي كفر، عارفك اسمه ايه؟ الكفر. تمام، فده كده اسمه سيل ميمبرين، ده اسمه كفر. هتقولي اللي جوه ده اسمه ايه؟ لا ركز معايا، اسمه كور او اسمه الثاني اكزونين، كلها مترادفات. عباره عن ايه زي ما انت قلت يا دكتور؟ عباره عن مايكروتوبيول. هنا اتفرج عليها اللي هي مترتبه كده، عباره عن تسع ثنائيات، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه سته سبعه ثمانيه تسعه. هو دول يا دكتور التسعه في اثنين اللي طلعوا منين؟ من البيزال بادي. بس ركز معايا، البيزال بادي تحت في الخليه ليس في مهب الريح، فالسنتر بتاعه كان فاضي ويعني، والسنتر بتاع السنترول كان فاضي ويعني، لكن شاف ده في مهب الريح فلازم يكون قوي، فلقينا اثنين هنا في النص وكل واحده لوحدها، يعني مايك بتقول لوحدها هنا ومايك بتقول لوحدها هنا، حتى بنسميهم سنجلت، ما لهمش اي اورجن من البيزال بادي. تبادل اثاره فين؟ في الشافت. فاصبح الشافت 20 انبوبه. مترتبين ازاي؟ تسعة دبلت موجودين في البريفري، وايه؟ تو سنجلت موجودين في السنتر. ما تقولش تقول عليهم دبلت وخلاص، تقول عليهم سنجلت. دي ما تقولش عليهم دبلت. ماسكين في بعض سيبريتد. يعني الدكتورة دي كانت بروتو فيلمنت 13 ودي كانت بروتو فيلمنت 13، تعرف لو قلت عليهم دبلت يبقى اكيد واحدة بتقول الثانية كام؟ 10، لا تقول واحدة لوحدها. دي ما جبتهاش تسريتها في الفورميشن، لأنها مش موجودة في البيزر بادي. ان البيزا بقى موجود جوه الخليه فايق عليه التسعه التلاته بتوعه، لكن لما طلعت فوق في الشاف عمال تسع ايه؟ ثنائيات. وسبحان الله يا جماعه تفهمها، دول كده التلاته بتوع البيزا البادي، فهمنا؟ الاثنين دول طولوا لفوق عملوا ايه؟ شاف، ودي طولت لتحت عملت ايه؟ كان البيزا البادي ماسك الشافت مع الروتلت كلها وان يونت، فهمنا يا جماعه؟ لو العمليه سيبريتد يعني الشافت منفصل عن البيزا البادي ما استفدناش حاجه. ده انا عايز التلاته بتوع البيزا البادي هم التلاته ايه؟ طلعوا لفوق. وعلى فكره حرف سي دي مش انكمبليت، لما تنسى تبقى ايه؟ تبقى كومبليت واكملها. يعني اوعى فاكر ان هنزل دي حرف سي، دي كده مفتوحه بكملها، يعني دي هتنزل تبقى ايه؟ كومبليت مايكروتوبيول 13. والاثنين دول هيطلعوا ايه؟ زي ما احنا عارفين دي انكمبليت، دي سوري دي كومبليت ودي انكمبليت، يعني دي 13 دي ايه؟ 10. بس جيت لقيت السنتر اخباره ايه؟ فاضي. فعملت ماسورتين جداد. هتقول يا دكتور مين اللي عملهم؟ ام تي او سي، فاكرينه؟ مايكرو تيبول اورجنايزنج سنتر. عملت لي انبوبتين كل واحده لوحدها فرادان، فايتتهم ان هو يملى الفراغ، ملهمش علاقه بالحركه، ما هو ليه مش لزقهم في بعض؟ وزعهم صح. بدل ما واخدين حته صغيره او واخدين حته كبيره، حط انبوبه هنا وانبوبه هنا. اسمهم ايه تاني؟ سنجلت. صح كده؟ حد تاني بقى يقول لي الفورميشن، معلش الكلام ده كله سهل، انا مش في الفورميشن، ما تقلبش الصفحه يا دكتور.
سيب دماغك تستدعي المعلومة، تستدعي المعلومة معايا. حد يقول لي ازاي عملت سيليا؟ مالتيبل سنتريول. وديتهم فين؟ عند الايبكس. اصبح اسمهم ايه؟ بيزل بادي. البيزل بادي عبارة عن تريبلتس، اتنين منهم اجرو ابورد يعملوا ايه؟ شافت. والاجرو داون وورد روت. هو ده الفورميشن. صعب كده يا جماعه؟ سؤال بقى يا دكتور، ايه ترتيب الشافت بقى؟ هتقول لي كده 9 دبلت مايكرو تيوبيول سراوندنج 2 سنترال سنجلت. كلمه حلوه قوي. يبقى اسم الانبوبه لو لوحدها يبقى اسمها العين ايه؟ سنجلت. طب لو انبوبتين؟ لو ثلاثه؟ تريبلت. فهمت؟ يبقى دي لوحدها اسمها سنجلت، دول اثنين اسمهم دبلت، في السنترول كان اسمهم ايه؟ تريبلت. ايه رايك التركيب في الاي ام؟ ذا شافت اوف ذا سيليا كونسيستس اوف 9 بيرز تبدا عليها دبلت. 9 بيرز تبدا عليها دبلت، هي هي 9 دبلت اوف مايكرو تيوبيول سراوندنج 2 سنترال سنجلتس اوف مايكرو تيوبيول. عايز يوصف بقى في التفصيل. قال لك السنجلت دول لان حواليهم شيس من البروتين، قال لك هنسميه سنترال شيس. حلو قوي. يبقى ذا تو سنترال سنجلت ار انكلوزد، يعني انكلوزد سراوندد بسنترال شيس عباره عن بروتين. اللي هو دي بقى يبقى شاطر. نعم؟ بس ولا حاجه. شايف الحدود اسمهم ايه؟ سنترال سنجلت. يعني ايه سنترال سنجلت؟ يعني الانابيب المنفصلين اللي في السنتر حوطوه بايه؟ بشيس، بمبرين. شيس يعني غلاف عباره عن بروتين. بروتينات يعني بروتينات عامله حاجه حوالين غلاف او بروتين اهو. فسميته سنترال شيس. اللي هيشرح الدبلت يبقى شاطر. يلا يا جماعه الدبلت دي واحده منهم اسمها سب يونت ايه؟ ايه؟ هيبقى شكلها عامل ازاي؟ كومبليت مايكرو تيوبيول، يعني كام بروتوفيلمنت؟ 13. واللي بعدها؟ ان كومبليت، يعني بيبقى شكل حرف الايه؟ السي اهو. يبقى سب يونت ايه؟ كومبليت يعني سيركولار كروس سيكشن، يعني 13 بروتوفيلمنت كاملين. سب يونت بي لا انكومبليت، يعني سي شيب، يعني 10 بروتوفيلمنت، يعني عامله شير في 3 بروتوفيلمنت مع سب يونت ايه. سب يونت ايه هيطلع منها 3 حاجات. بص معايا، يطلع منها بروتين عامل كده. راح يمسك يمين، حد يقول في السنترال شيس صح كده؟ فحسينا عامل زي نص قطر فسميناها ريديال اسبوك، معناها بروز نصف قطري. او عامل زي الراديشن، تخيل دي كده الصن الشمس طلع منها ايه؟ ريز راديشن ريديال اسبوك. طب عشان اربط انت في مهاب الريش. صب يونت ايه تمسك في اللي بعدها كده، مسكت في مين؟ في بي. ايه مسكت في بي؟ ايه مسكت في بي بتاعت اللي بعدها؟ بروابط بروتينيه برضه سميتها نيكسن، كان كلمه نيكست. احنا بنربط لان هي في مهب الريح، خليك فاكر كده. فانا عايز اربط الانابيب في بعضها كويس قوي اكتر من السنتريول والايه والبيزل بادي. اخر حاجه عملت دراعين طالعين من سب يونت ايه، دراعين هم اسمهم ديانين ارم. هتسمع عنهم قبل كده؟ ازرع ديانين دي عباره عن انزيمات بتكسر الاي تي بي وتطلع منه ايه؟ طاقه تستخدم في ايه؟ في الحركه. احنا عايزين نرجع يا جماعه، حد يقول لي الحته مليانه ايه؟ ميتوكوندريا بتاخد الجلوكوز من الخليه تعمل في ايه؟ دوره كريبس. تاخد الاحماض الدهنيه تعمل لها ايه؟ بيتا اوكسيديشن، وتطلع اللي هو الناد بي اتش بلس اتش والفات والحاجات دي، وتدخلهم في حاجه اسمها الكترون ترانسبورت سيستم، وتطلع منهم طاقه تستخدمها في الفوسفوريليشن اللي هو تحويل الاي دي بي الى ايه؟ اي تي بي. وتبعت الاي تي بي للسيليا، ياخدهم مين؟ ديانين ارم يكسر الاي تي بي الى ايه؟ اي دي بي عن طريق انزيم اسمه ايه؟ اي تي بيز. يطلع طاقه ليبريشن اوف طاقه ريليز اوف انرجي تستخدم في الحركه. طب ما الاي تي بي يحصل له ايه؟ يرجع تاني الميتوكوندريا وحوله تاني لاي تي بي. وقفت راح جاي. مش السيليا خدت اي تي بي خدت منه الطاقه هتحوله لايه؟ اي دي بي. يروح فين؟ يرجع ميتوكوندريا تاني. ميتوكوندريا تعمل في ايه؟ تستخدمه مره وتحوله الى اي تي بي ويفضل رايح جاي عباره عن مركب
بيشيل هاي انرجي بوند يبقى ساعتها اسمه اي تي بي، يفقدها يبقى اسمه اي دي بي، وهكذا. نقول من الاول سب يونت اي هيطلع منها كم حاجه؟ ثلاثة. هنقول رايح لمين وانت تقول لي اسمه ايه؟ رايحه للسنترال شيس هي ارتداد السبوك بروجكت فروم سب يونت اي، بروجكت يعني طالعه اكستند، ورايح ناحيه مين؟ توورد سنترال شيس. طب يلا نكسل طالعه منين؟ بروجكت فروم سب يونت اي، انت معايا بروجكت ولا اكستند؟ كلها معنى واحد. ورايح ناحيه مين؟ سب يونت بي بتاعت مين؟ النكست. مكتوب عندك ادجيس في مكانها نكست احسن عشان ما تنساش. النكسن طلع من سب يونت اي ورايح على سب يونت بي بتاعت النكست. هي هنا فكره ادجيسن. اخر حاجه ضيانين ارم بير، يعني واحد من واحد شمال اوتر وانر بير ضيانين ارم، عباره عن بروتين اسمه ضيانين طالع من سب يونت اي وعنده اي تي بيز اكتيفيتي، يعني في انتين اسمه اي تي بيز بيطلع لي انرجي يوز فور سيلياري موفمنت. حط السيلياري الاخير يطلع اتنينات. بص معايا بقى، اولا في خطا اسمه ايه؟ انت في سيبت قالوا في التعريف خلاص ان هي كفر دبي سيل ميمبرين، انا في التعريف مش عايزها دلوقتي. انا يهمني اللي جوه، هنا جوه هنا اسمه ايه؟ كور او اكزونين، وعباره عن هاي اورجنايزد ايه؟ مايكروتوبيول. مترتبه ازاي؟ هم عايشين انبوبه، تسع ثنائيات في البريفري واثنين فرداني في النص اهو، ناين بريفرال دبلت او بيرز of microtubule surrounding two central singlet. دي القصيدة، دي بداية القصيدة. حد يقول له، حد يقول له تاني ايه تركيب الكور تاني او الاكزونين؟ 9 double two singlet of MT يعني microtubule. ارجع عيد تاني بقى، السنجلت محوطهم بايه؟ دي central piece. طب والدبلت تركيبهم ايه؟ ايه وبي اللي ايه اخبارها ايه؟ complete وcircular و13 protofilament، والتانية ايه؟ بي انكمبليت وسي شيبت و10 بروتوفيلم وشيبت 3 بروتوفيلم مع سب يونت ايه؟ الجملة اللي بعدها سب يونت ايه بيطلع منها ثلاث حاجات اهو، اكستند فروم سب يونت ايه، اكستند فروم سب يونت ايه، اكستند فروم سب يونت ايه. رقم واحد ده اسمه ايه؟ ريتير سبوك. ناصف التعريف رايح لمين؟ طب دي اسمها ايه؟ نيكسن. نيكسن ناصف التعريف رايح لمين؟ سب يونت بي اوف ادجيسنت دبلت. اخر حاجه اللي بندرسها ايه؟ داين ارم. ده تبقى قصه بقى، عددهم بير يعني في واحد ناحيه واحد الناحيه دي دراعين. بير ارم عباره عن ايه؟ بروتين اسمه ديانين، هذا البروتين درع وظيفته اي تي بيز، بيكسر الاي تي بي يطلع منها انرجي طاقه تستخدم في تحويل، تستخدم في ايه؟ في موتيليتي. وما ينفعش يمسكوا في حد لو واحدين بيكسروا في الاي تي بي وطلع منه طاقه، فدول مش ماسكين في حد، دول اكستند فروم سب يونت ايه، رايحين لحد مش رايحين لحد. هم عباره عن بروتين اسمه ديانين باسم العدد اللي وصفهم، عندهم القدره على تكسير الاي تي بي اسمها اي تي بيز، ايز يعني انزيم يكسر الاي تي بي يطلع انرجي تستخدم في الموفمنت. سهل الكلام ولا ايه؟ نقلب نطلع على الفلاشين. نيجي للفلاجيل. لو جالك سؤال ريتم بص معايا، اول حاجه هقول استراكشر، استراكشر ذا سيم از سيليا. ينفع تكتبها كده في الامتحانات وتسيبها فاضيه؟
هتفرك السيلياك اكتب بين قوسين هتكتب لي الشافت فقط. الشافت فقط. ليه؟ لأن ده أهم حاجة. والشافت مش هتكتبه كله كمان، ده هتكتب الايم بتاعته. يبقى الايم والشافت. تاني ممكن كده سؤال ريتم يشرح الفلاجيل. أول حاجة الاستراكشر يقول له إيه؟ the same as cilia وتشرح لي الاي ام بتاع الشافت. صعب خالص. هتعرف تقول لي تاني؟ ايوه صعب ليه؟ طب قول معايا صعب اقل؟ قول معايا عشان صعب. لا انا عايز الكوميشن، عايز الايم تحت الفوق الاقي الشافت شافه ايه؟ 9 بس اقول تاني ايه ترتيب الشافت؟ 9 دبل و 2 سنتر. النقطة اللي بعدها السنتر حواليها ايه؟ سنترال شيتس. والدبل تركيبها ايه؟ A و B. A كومبليت و B كومبليت متألف. بيطلع من ايه ثلاث حاجات؟ فيجر فوق ونكسن وده ان ار. خلصت. وكلمة يا دكتور ما حسوه الوهم. يعني ايه حسوه الوهم؟ كام تاخد؟ نيكسن هكتب في نيكسن حتى يقول لك في نيكسن ايه؟ اوكستين من مين؟ من ايه؟ ورايحه لمين؟ مين؟ ما تكتبهاش بقى ليه؟ فهمتني ازاي؟ الناس تفهم يا جماعه مين يا فوق وليه تاني؟ قول يا شريف ثواني بس الاي ام بتاع الشركه. انا معاك عن نفس عدلت ميثود تو فيو سراوندينج تو سنترال بس 9 ماين دبل وفين سيلي وعندي حوالين سنترال شيس وبسيلي حوالين سنترال شيس ودبلت عندنا ايه ده؟ خلاص كده كده متغني فضلني بيطلع لنا كام حاجه هم انا كاتبه مش فاهم ريجل فوق لحد ما ايه لحد السنترال وبعدين ال 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 مين اللي بعديها؟ مايلين ده مايلين 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 طب يلا بعد كده ابوه الحاج سيد النمبر النمبر طبعا يا جماعه احنا بناخدها في الهيومن دي اصلا مين موجوده في البكتيريا والبكتيريا بتلاقي عندها 5 6 فلاجيلا لكن عندنا في الهيومن هي موجوده في خليه واحده اسمها سبرماتوزوا فالنمبر كام؟ 1 اونلي 1 هي واحده بس النمبر اونلي 1 امال السيلكت قد ايه؟ كل 100 ولا 200 ولا 300 لارج نمبر سيليا لارج نمبر زي الشعر كده سيليا لارج نمبر اما هنا اونلي 1 السايد سيليا كانت فين فالوبيان تيوب والتراكيه لكن دي في خليه واحده في الهيومن سبرماتو زوا هي نفسها كلمه سبرم على فكره بس بنقول كلمه زوا جنب كلمه زو يعني زو حيوان سبرماتو زوا حيوان منوي بس هكتب يا جماعه على كلمه اونلي 1 بط فيري لونج فيري لونج بط فيري لونج بس كده ايه ايه ده جيده اصلا بص معايا يا جماعه لو حبيت اتفرج على السبيرم هو شفت ده تحت اللايت مايكروسكوب حد يقول لي هلاقي الهيد لونها ايه ايوه نعم فيزوفيليك يا جماعه هلاقي الهيد لونها ازرق حد يقول لي الهيد لونها ازرق على الدين توع النوايا صح توع الدين ايه واحد يقول ار ان ايه فيها الدين ايه او فيها نيوكليوتيدين صح والاقي تيل دي بص اهو لونه احمر ما هي السيليا كانت كتيره فظهرت ايه خطوط حمراء الفلاجيلا كام خط هو ده هو ده المنظر كده فكلمه الفلاجيلا بيقولوا بالعربي معناها في الاسم المغربي ده صوت الطهر كتبت كده؟ صوت؟ اه لا الصوت اللي هو القربان اللي يعمل كده فيخليه جنبه ايوه عشان كده مش حاسس بفهم العربي اسمها صوت بالطهر يا حلو فجل الصوت بالته صوت مين وحامل لي صوت طب مقدم ما بيتكلمش نعم؟ مين؟
ليه الفتيلة ظهرت أحمر؟ زي ما السيلة ظهرت أحمر. مسألش السيلة كانك ليه؟ ليه السيلة تظهر أحمر؟ هتظهر أزرق ليه؟ هي فيها دي إن إيه؟ فيها آر إن إيه؟ تظهر أحمر. مين؟ طبعا بعد ما تسبب. يا جماعة السبيرم لو شفتوا من غير ما يتسبب كالرلس. السبيرم كالرلس. فلما سبقته لقيت النواة لونها أزرق والفلاجيلا. يعني فلاجيلا يعني التيل. التيل بتاع الحيوان المنوي. لونه أحمر عبارة عن خط أحمر. ما معتيش ده لونين. ممكن ما يظهرش بس هو ظهرت يا سيدي أحمر. يا جماعه عندنا كلينيكال نوت مهمه اوعى تكتب الفكره عشان تفهم. كلينيكال نوت في حاجه اسمها الموتايل سيليا سندروم. ايه معناها؟ السندروم بيسموه بالعرض متلازمه امراض، يعني سبب واحد بس عمل لك كذا مرض. زي داون سندروم مشكله في الكروموسوم رقم 21 فعمل عده اعراض. ده اسمه داون سندروم. سندروم حاله داون حاله. سندروم يعني متلازمه امراض. سندروم يعني اكثر من مرض بس سبب واحد. يعني يا دكتور دلوقتي في سبب حاجه اسمها الموتايل سيليا سندروم. السيليا ما بتتحركش. ام موتايل يعني غير متحركه. احنا قلنا موتايل يعني متحركه. وقلت كلمه ام لو دي في اول الكلمه هو نفس زي ايه قبل كده مطيور. مطيور ايه مطيور احسن. احنا بنقول ايوه صح. بصوا احنا صح. بصوا يعني ايه بصوا يعني ايه في حاجه اسمها مطيور وحاجه اسمها ام مطيور. حاجه اسمها مطير وحاجه اسمها ام مطير. السيل ما بتتحركش. كان لو حصل في الرجاله هيعمل ميل انفرتيليتي لان اللي هيسري على السيل هيسري على اختها اللي اسمها ايه. الدرجيه. نقول تاني الام موتايل سيليا سندروم ده مرض بيحصل في السيليا. عارفين ده ينقر مش قادره تكسر ايه دي بس انا مش عارفه ايه بتتحرك. فالسيليا موجوده بس واقفه. كذلك التيل ده موجود بس ما بيتحركش. ساعتها يحصل عنده رقم واحد ايه ميل انفيرتيليتي. يحصل عنده عقم ما ينفعش يخلف. ايه السبب؟ السبرم مش قادر يتحرك. رقم اثنين الراجل دوت بيكح على طول. عندما كحه مزمنه دايما عنده عدوى مزمنه في الجهاز التنفسي. ايه السبب؟ الكلينسنج اكشن بتاع السيليا مش موجود. كل شويه التراب يدخل ايه الرئه والتراب يدخل معاه بكتيريا ويعمل عنده ايه انفكشن. صح. بس طلب سؤال صحي هو الصبح قال له دكتور هو السيرش بيكره الرجاله. بقول له يا دكتور اشمعنى كلمه الرجاله يعني ماشي في الستات ليه؟ ممكن لو حصل في الست يعمل فيها ايه؟ انا اتفهمهمش هتدفع الواي ده كرونيك سبيرال انفيكشن هيحصل فعلا عندها كرونيك فلوس. كان عندها عقم كرونيك فلوس. مش عقم نفسه ده اللي هو ايوه ان حمل خارج الرحم. يعني ايه يا دكتور؟ الاوفر بتطلع من الاوفر. والله ممكن تقدر تدخل فالوبيا تيوب تدخل بس مش تدخل بس ما تقدرش تدفعها. في احتماليه ثانيه كمان يا جماعه مش السيليا بس بتتحرك الزايتو العضلات بتاعت الفالوبيا تيوب فساعات العضلات ممكن تتحرك مكان السيليا. فالمرض ده اولا نادر الحدوث في الستات. ثانيا حتى لو حصل كومبنسيتد بالمصل كونتراكشن بتاعت مين؟ الفالوبيان تيوب. تقدر تخلف وتعمل حمل بس ممكن يبقى حمل خارج الرحم او حمل داخل الرحم بس مش كتير. مين الموست كومن؟ الميل. الموتايل سيليا سندروم موست كومن في الميل. فهمنا؟ لكن اقل حدوثا فين؟ في الفيميل. تمام. ندخل بعد كده حاجه اسمها شيلاتين. لا هما صوتك خدوه. الله يحفظك. هناخدها كلها ولا ايه؟ لا طبعا يا جماعه. ناقص كلمه كلها يتحركوا. ناخد ده سهله صغيره خلاص. لا بس انا بلاحظ على فكره الطالب اللي بيجي 7:30 الصبح يكون فايق وبيسال وبسم الله ما شاء الله الصحه الصحيه. طالب بيجي 11 لغايه الفجر. بيجي بقى الساعة 3 امبارح. ايوه.
جد المخاطنا تاني مكتوب رقم 2 فيلمنت ورقم 1 ايه مايكرو لا نحن ندرس صغير شغل يبقى الفيلمنت رقم كام 2 رقم 1 مايكرو تيوب ادخل على الفيلمنت بالال ام بشوفها سيلبر او اميونو هيستو كيميكال بس اكتب بين قوسين والنبي وين جروب يعني وين انبندل لما تتجمع مع بعضها حزم تنفع تتشاف لو ما تجمعيش مش هتتشاف طب المايكرو تقول ما تشافتش فيها تتشاف ما شفناش المواسير هتشوف الخيوط بس نشوفها امتى تاني لما تتجمع يبقى الال ام كان بي ستند باي سيلفر او مش منها منهم هيستو كيميكال عارفين ليه يا جماعه هما تلات انواع في نوع اسمه اكتين هدول ده عباره عن ايه بروتين قول دلوقتي اكتين بروتين حاجه اسمها انترميديت وحاجه اسمها تيك ايه مايوسين انت بتشوف احنا متعودين لو عندنا بروتين عايزين نتفرج عليه نتفرج عليه بتكنيك اسمه ايه احفظيها لحد ما نقولها والانزيم بشوفه في ايه هيستو كيميكال اللي هيقول لي انا استخدمت الاميون هيستو كيميكال قبل كده في ايه بشوفه هيبتدوا حرف الف وسكريتوري فيزيك هيبتدوا حرف الف والنهارده ايه فيلمنت واللي بيجمعهم كلهم كلمه ايه بروتين حد يقول لي قلت فيزيك البروتين بتاع اسمه ايه هرمون ليجند بروتين هرمون اهو ليجند طب وسكريتوري فيزيك فيها بروتين كونسنتريت انا صنعته في جولجي وعايز اعمل له اكسوسايتوزيس ودلوقتي ايه اكتين وميوسين بروتينات يبقى نحفظها كده لحد ما نفهمها البروتين ده فيه ايه في اميونو هيستو كيميكال والانزيمات هيستو كيميكال ايه سايتو ولا هيستو الاثنين زي بعض ما هو بيشتغلون دول كانوا لازم يشتغل في الكتاب مش شغالين مفيش مشكله يبقى دكتوره هيستو زي سايتو يا جماعه على فكره الموضوع مهم جدا الطب ده صعبه وانت تحس بصورتك قدام شويه وتحس بقى ان انت شاطر في جماعه لو جبنا طول عداب وضاره لو قعدنا نصحهم ليل نهار وهيكون حد منهم جاب له ضاره من صوره مش هيفهم حضرتك على مستواك شاطر على فكره بس انت ناقصك حاجه اسمها المجهود كلكم مستوى واحد كلكم مزنوقين في 1% وقال لي واحدكم جايب كام 98 تقريبا 98.3 وعلى واحد فيكم كام حد يعرف اكيد يا معلم معاكم هنا اول حاجه اول الجمهوريه هنا في الطب زي ده منتدى منصور يا جماعه ايوه كان ممكن فوق رد جاي يا ابني بتفرج عليها بالسيلفر والاميونو هيستو كيميكال جيت في الايه ما اتفرج لقيت الديستريبيوشن بتاعها في الخلايا مختلف حسب نوع الخليه اقول تاني لقيت الديستريبيوشن يعني توزيعها موجوده فين في الخليه حسب نوع الخليه ولقيت لقيت السيكنس هو كمان مختلف بس ما حسب نوع الفيلامنت اما تكون ثين اسمها ايه اكتين او اسمها تاني مايكرو فيلامنت
اما تكون انترميديت اما تكون مايوسين. هنا كده الصفحه الاكتين 5 نانومتر احفظ الرقم ده، والانترميديت 10 نانومتر، يبقى كده السك كام؟ 15 نانومتر. انا الرقم ده عندي حفظ، معلش السك زود الرقم بتاعه مش مكتوب عشان هيتشرح في المصر. ناخد دلوقتي هقول تاني 5 و10 و15 اكتبها انت، اكتب على المايوسين 15 نانومتر، 10 نانومتر اللي هو الانترميديت، بتكتب بال ال ام دي كام؟ 5 نانومتر مستخير، وده عارف ده كام؟ 15. برضه ما بتكتبش بال ال ام، امال يا دكتور لما بيتجمع يعني اجيب خيط ورا خيط ورا خيط اعمل بكره خيوط ساعتها اسبخها بايه؟ بالسيلفر او فتظهر. فهمنا؟ اما ما كنت ما عندهاش ما لهاش حل نشوفها بال ام على طول، ما لهاش ليها ال ام. خلاص؟ هاخد الاكيد بس النهارده نوعين، ستيبل يعني ثابت في مكانه في تركيبه، وده موجود في 2 ام في المصل، وبتبقى عندك مايكرو في اللاي. مايكرو في اللاي 2 ام، مايكرو في اللاي خاملات الامتصاص في الامعاء، حد فاكرها؟ وميلات الامتصاص في الامعاء كانت في ثانيه ثانوي خلاص قبل نط ولا بعد النط؟ مايكرو في اللاي انا خدها اسم التفصيل اكتبها اكتبها فوق كلمة مصر استيبل فورم استيبل طيب استيبل بوبيوليشن موجودة في المصل والمايكرو في اللاي ونوع تاني عن استيبل الانستيبل ثلاث انواع اول نوع لو ادي الخلية ايه حتى لو الخليه سراوندد بايه؟ بسلم برين اسمه تاني ايه؟ بلازما كده كده كلمه بلازما يعني فلويد يعني هو عباره عن زيت هو عباره عن ليبل درجه حراره جسمه 37 هو عامل زي الزيت فبيبقى ضعيف ففيك الاكتين فيلمنت عباره عن شويه خيوط وتبطله من جوه تبطل مين؟ عشان تعمل له سبورت وساعتها بسمي البطانه دي سيل كورتكس صح ولا ايه؟ شفت كده واحد لابس بدله وعايزه المنظره حلو كده ويعمل لها من جوه بطانه عباره عن بطانه شويه صوت شويه خير عشان يتقلوا السلم برين يبقى الاكتين فيلمنت بريزنت جاست اندر ذا سلم برين باسم سيل كورتكس عارفين بيعمل ايه؟ لو فينا شويه فلوت عايزين يدخلوا يسقط السلم برين فيحصل له ايه سلم برين؟ انفجريشن يسقط اكتر ويلفها يوم يعمل فيزيكال اسمها فيزيكال اهو اندوسيتوز والعكس قلناها قبل كده لو عايز يعمل اكسو يمسك الفيزيكال ويزنقها هو في كالسيوم ويفرقعها لو خليها عايز تتحرك خدناها على فكره الفاجوسيتوزس فاكرين في الفاجوسيتوزس لما قلت لك الخليه بيطلع منها بروسيسز زوائد مين اللي بيطلع الزوائد؟ الاكتيف فيلم اللي هو جزء من مين؟ وتستخدم في الحركه وفي الاكل وفي كل حاجه فهمنا يا جماعه؟ ما هو سيمن بين عباره عن زيت مين اللي هينزله لتحت ومين اللي هيرفعه لفوق ومين اللي هيحركه؟ الاكتين فيلمنت فاول مكان الاكتين فيلمنت فين؟ تحت السلم برين وكل شويه يا جماعه بيتجمع ويتفك على حسب ما انا عايز مكتوب عندك ديسوشيت اند ري اسمبل عارفين يعني ايه؟ بيتجمع ويتفك زي ما انا عايز نقول تاني اول مكان فين شيس شيس يعني ايه؟ غلاف جاست بينيث ذا سيل ميمبرين اسمه سيل كورتكس ده بيلعب دور مهم في الاكتيفيتي اوف سيل ميمبرين اللي هي اندو واكزو والسيل مايجريشن لو الخليه عايزه تمشي بالاقدام الكاذبه ايه الحاجه الثانيه ادي النيوكليوس وادي ميتوكوندريا وادي ار يو ار وادي جولجي لقينا كل هذه الاورجانيلز متربطه بهذه الفيلامنت
تخيل في فيلم بتربط كل الاورجانيزم ببعضها. ايش معنى يا دكتور؟ عشان لما الار اي ار تصنع بروتين وتحطه في ترانسفير فيزيكال نزق الترانسفير فيزيكال عشان تروح لمين؟ لازم احط لها قضيب سكه حديد اسمه فيلامنت. يعني اذا المايكروتوبيول والفيلامنت بيشتغلوا ويعملوا وسيله مواصلات. هو الفيزيكال هتروح من الار اي ار للبولجي ازاي؟ هتعوم يعني في السيتوبلازم. لازم احط لها ايه؟ قضيب سكه حديد. فالوظيفه الثانيه ترانسبورت. ترانسبورت بس الرابط عندك ايه؟ استوشيت يعني ماسك في ايه؟ سيفرا سيتوبلازم كومباوند انت اورجانيلز عشان يعمل ايه؟ شيفت انت موفينج لاي حاجه عايز انقلها. فيزيكال اورجانيل بروتين اي حاجه عايز انقلها انقلها. يبقى شيفتنج موفينج هات مكانها ايه؟ ترانسبورت. نفس فكره مايكروتوبيول. اخر حاجه بقى والخليه دي خدت الاوردر ان هي تنقسم تنقسم. فساعتها اللي بيحصل يا جماعه؟ اولا ما الاقي خليه تولد. بصوا تولد اهي. خليه تولد. الناحيه دي سنتريول والناحيه دي سنتريول. وبينهم ايه؟ خيوط المخزن. واصبح هنا نص الكروموسوم. وهنا النص الثاني. وده نعمل غلاف نووي. وده نعمل غلاف نووي. يبدا بقى الاكتين فيلمنت. هي واختها المايوسين يعملوا حلقه هنا في النص يعملوا رينج. يبقى الاكتين مع المايوسين هيعملوا رينج رينج حلقه يحصل لها كونستريكشن. يعني كونستريكشن اختناق تضييق. كل ما تضيق ايه اللي تريزر اللي يحصل هنا حفره بص مضرب عامل هنا حفره ثانيه اضيق اكتر حفره تعمق تبقى عميقه كده اكتر لا خلايا خليه هنا وخليه هنا صح ولا يا جماعه؟ طب بيحصل حاجه اسمها الطول النهائي الانقسام اللي هو انقسام السيتوبلازم عن طريق الحفره دي اسمها اوتودود الانقسام. ايه اللي الوظيفه الاخيره؟ سيل ديفيجن بتعمل رينج مع المايوسين هيحصل لها كونستريكشن اختناق عشان تعمل كليفج. كليفج يعني ايه؟ انشطار. انشطار للخلايا. ثواني بس كده افهم معايا كده شكل دي صعبه. الاكتين فيلمنت اللي موجود في الخليه منه كم شكل؟ شكلين ستيبل وان ستيبل. زي مين يا دكتور؟ زي المايكروتوبيول. كانت شكلين لبايل وستيبل بنفس الكلمه بس اختلاف مترادفات. دي بارتو ستيبل ولا ستيبل؟ الستيبل موجود فين؟ في المصر هندرسه في المصر. وفي المايكرو في اللايف هندرسه في المايكرو في اللايف في الفتره اللي بعد الجاي. مش هتكلمنا سوتهم دلوقتي. انا يهمني بقى الحاجه الانستيبل اللي هي موجوده في اغلب الخلايا. ده كلام جنرال اهو. كل شويه بيحصل لها ايه؟ تتربط وتتفكك تتربط وتتفكك. حاجه انستيبل دي معنى كده انستيبل يعني زي المايكروتوبيول بتطول وتقصر. دي بقى بتتفكك وايه؟ تترتب. ليه انت موجوده في كام مكان؟ في ثلاثه. رقم واحد فين؟ تحت السلم برين على طول اهو. تحت السلم برين اسمها العلمي ايه؟ سيل كورتكس. وظيفتها ايه؟ الميكانيزمات تحت السلم برين اندو اكزو مايجريشن دي كلها وصلت السلم برين. الاحتمال تاني ايه؟ مربطه الاورجانيلز ببعضها اسوشيتد وذ ديفرنت سيل اورجانيلز عشان تعمل ايه؟ شيفتنج انت موفينج. اكتبها ترانسبورت. ما هي المايكروتوبيول وظيفتها ترانسبورت والاكتين دول وظيفتها ترانسبورت. هما اتنين سايتو سكيلتون. الوظيفه الثالثه بقى ركز فيها. ديورنج السيل ديفيجن هتعمل حلقه هي ومين؟ هي والمايوسين. هل عامله زي الحزام نفسه ده؟ كل ما الحزام يضيق انا هيحصل ايه من هنا؟ مش هدخل جوه؟ يضيق اكتر في الاخر هيحصل ايه؟ انفصل يحصل كليفج. السؤال ده بتصير شافه على فكره ازاي يا دكتور؟ يقول لك يا ابني قول لي دور المايكروتوبيول في السيل ديفيجن وقول لي دور الاكتين في السيل ديفيجن. حد كده يقول لي ايه دور المايكروتوبيول في السيل ديفيجن؟ يكون البولز اوف ايه؟ مايتوتيك سبيند اللي بتقسم الكروموسومات وصوت تقيل عايز حد يشدها بقوه. امال ايه دول الاكتين فيلمنت؟ يقسم السيتوبلازم. تبقى الفرق؟ يقسم السيتوبلازم. الاكتين مع المايوسين يعملوا ايه؟ رينج. كل ما تضيق يحصل لها كونستريكشن. في الاخر بتقسم الخليه لخليتين. احنا كده بنحط حته صغيره مش سهله اصلا في نفسها بديها لكم بصراحه. المجموعه دي انا خدتها والله. ما فيش مشكله مش هزعلك برضه مش هزعلك بس ركز معايا. اتروح يا ريت خميس وجمعه تذاكر لي كل الاورجانيلز خلاص كده خلصناهم
معتمد بتفرج ونشوف نقدر نفهم ايه الرسومات اللي قدام عينينا. خلاص؟ لا يمكن تتكلم تاني. هنتكلم سريعا ونتفرج على فيديوهات عشان نتفرج على حاجات كده ايه؟ لايف.